بيكم، انا مي حسن وقناتي بيور فودز. النهارده معانا وصفه جميله جدا جدا جدا، لونها حلو قوي، قوامها ممتاز، الاطفال بيحبوها والكبار كمان، واهم من كل ده انها بترجعك لايام الطفوله. الفيديو بتاع النهارده مربة الجزر. مربة الجزر الجامده جدا هتخليكي تعشقيها اكتر من اي مربى دقتيها في حياتك قبل كده. هجيبي الكمية اللي انت عاوزاها من الجزر وتغسليه كويس وتقطعيه ترانشات زي ما احنا عاملين كده وتحطيه على النار يتسلق، بس بسيطة جدا. وتابعوا بقى معايا بقية الخطوات. انا كده سلقت الجزر، على فكرة مش بنحط اي الوان ولا اي حاجة خالص، الوان في الفيديو ده هو لون الطبيعي لون الجزر بس. انا حطيته في الكبة وهضربه كويس جدا عشان هرجعه للنار تاني. لو الجزر يعني مرضاش يدور قوي في الكبة اوعي تحطي مية، المية هتعزلك الجزر وتخليه ممكن يبوظ في اي وقت، ما يستحملش معاكي كتير، فما تضيفيش اي مية خالص في الوصفة دي. هو بس يا دوب بتسلقيه وبتصفيه كويس وبتحطيه في الكبة، هو ما نحطلوش اي مية خالص. هتضيفي ايه بقى؟ هتضيفي شوية عصير برتقال. انا عملت كده، ضفت شوية عصير برتقال ولف معايا في الكبة، ما فيش اي حاجة. حطيت نسبة السكر بتاعتي اللي انا عاوزاها، حبة مسكر حبة مظبوط، انا حطيت النسبة اللي انا عاوزاها بالظبط من السكر وضربت تاني. هنا كنت ضفت شوية البرتقال عشان كده الكبة دارت معايا. تمام، انا كده خلصت ضرب خالص. بصوا هي طبعا لونها كان اغمق من كده بكتير بس الكاميرا مفتحاه شويه. بصوا بقى التركيه دي، بحط معلقتين جيلاتين. انا حطيت دلوقتي معلقه وهحتاج بعد كده معلقه تانية، تمام؟ فانتوا حطوا على الوصفه دي معلقتين جيلاتين او ثلاثة على حسب ما تحبوا. وبس كده انا كده خلصت، وهرفعها على النار مع التقليب المستمر، ما سيبهاش خالص وروح في اي حته. يبقى الوصفه بتاعتي جزر مسلوق وبضربه في الكبة واحط عليه السكر بتاعي وازوده شوية عصير برتقال بسيط خالص لو هو مش عايز يدور، ما بحطش مية نهائيا، واحط من معلقتين لتلات معالق جيلاتين واسيبهم بقى يغلوا ويتسبكوا كده كويس على النار ويتقلوا. وانا طبعا بقلب بالمضرب اليدوي على طول، ما بسيبهوش واروح اي حتة خالص. المربى دي عايزه اقول لكم جميله جدا وبتعمل معايا كميه حلوه قوي، والجيلاتين بيخليها تربط. يعني هي مشكله المربى الجزر ان هي بتفصل، بتحسوها فاصله كده، مش قوامها مش تقيل، قوامها خفيف. الجيلاتين بيخليها تربط زي المربات اي مربى تانية زي الفراوله مثلا او التين، وبيخليها جميله جدا وقوامها حلو قوي قوي. هي لونها كان اورنج خالص عن كده، انا مش عارفه الكاميرا مفتحاه جدا. تمام، انا بقلب بالمضرب اليدوي. بتقعدي تقلبي لحد ما تتقل معاكي خالص وقوامها هيبقى تقيل وجميل. وطبعا بنستناها تبرد خالص قبل ما احطها في اي حاجه، حتى لو برطمان ازاز برضو بتستنيها لما تبرد معاكي، ما تحطهاش وهي سخنه ابدا. انا بقى خلصت كده واستنيتها ما بردت وحطيتها بقى في البرطمان الكبير عندي. بصوا ده لونها بقى الحقيقي، يعني ده لونها الحقيقي، مش عارفه ليه كانت جايه فاتحه في الحله. بصوا لونها حلو ازاي، بصوا باين عليها تقيله والجيلاتين رابط معاها ازاي. جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم جدا ومش هتبطلوا تاكلوا مربى جزر. بصوا باين ان هي تقيله، بصوا مش فاصله خالص، بصوا تقولها. الجيلاتين بيعمل نتيجه ممتازه جدا في المربات، وان شاء الله في فيديوهات تانية هعمل لكم اكتر من طريقه للمربى. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه لو لسه مشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هتوحشوني واشوفكم على خير، واسيبكم مع باقي الفيديو.